ونرحب أيضا بضيفنا داخل الاستديو الدكتور ملهم ياسين، اختصاصي أمراض الأذن والأنف والحنجرة في مجمع الدكتور ملهم الطبي في دبي. حياك الله دكتور ملهم. حياكم الله، أهلا وسهلا ومرحبا. ونذكر بطرق التواصل على الهاتف 600551414 والرسائل النصية القصيرة على 4006 وعبر الحساب الرسمي لإذاعة نور دبي على الإنستغرام لايف نور دبي راديو. دكتور ملهم، يعني استمعنا لنصيحة بلسم استخدام الأدوية المسكنة للآلام وغيرها أيضا يعني بدون استشارة الطبيب، مدى يعني تأثير هذه الأدوية على إخفاء الأعراض؟ في كثير من الأشخاص لنفترض عندهم مشكلة ألم في الأذن على سبيل المثال، يتناول أدوية مسكنة للآلام يخف الألم لكن يبقى المرض. هذا ما نسميه المعالجة العرضية. نعم. يعني أنا أعالج العرض وأترك السبب. نعم. فتقنع الأعراض تختفي لفترة ثم تعاود الظهور على شكل أشد، لأن المرض الأصلي الحقيقي ما زال قائما. نعم. المعالجة العرضية حقيقة الأمر لا يمكن يعني أن تكون كمعالجة قائمة بذاتها. لازم بالبداية أقوم بمعرفة السبب ومعالجته والقضاء على سبب المرض، ومن خلال المعالجة السببية ممكن اتحكم بالأعراض وخفف عن المريض بالمعالجة العرضية، يعني أو بالذات هي إخفاء الألم أو إذهاب الألم أو خفض الحرارة. لكن لو نظرنا إلى مسكنات الآلام وجدناها تتفاوت بين أنواع، منها ما هو استيرويدي يعني هرموني، ومنها ما هو غير استيرويدي، ومنها ما يقوم على أسس كيماوية محددة. تشترك هذه المسكنات كلها بأن لها أعراض جانبية قد تكون شديدة إذا استعملت بشكل عشوائي. نعم. وبشكل غير مدروس ولم تكن تحت إشراف طبي مباشر. نعم. قضية أني أنا روح أخذ حبة كذا وأبلعها وراح الصداع أو راح ألم الأذن ثم تكرر، ثم نعم. أخذ حبة أخرى فثالثة فرافعة فخامسة، وقد يصل الحد إلى 6 حبات في اليوم، يعني بنوصل إلى 4 جرام في اليوم. نعم. هذا ينضوي على مخاطر جمع. فإذا كان من النوع استيرويدي يعني كورتيزون، نعم، فكلنا يعلم ما هي المخاطر الجانبية للكورتيزون إن لم يطبق بشكل مدروس وببرنامج طبي وباستطباباته مع انتفاء مضادات الاستطباب. أما إن كان يعني الكورتيزون، أعتقد الدكتور معظم الناس بيعرفوا شو المشاكل، إنه بيغير في صورة الدم منه، يعني رغم إنه الخوف غير مبرر طبعا، هو نعم. مبرر الخوف الاستعمال نعم. العشوائي له. نعم. لكن قد يكون دواء منقذا للحياة. نعم. وقد يكون دواء فيه يعني كتب الله فيه الشفاء. نعم. لكن إذا ترك بشكل عشوائي فله مخاطر جمة. أيضا مسكنات اللي كلنا بنعتبرها مسكنات وبنعطيها حتى للأطفال اللي حتى بدون السنتين من العمر، مثل البروفين والديكلوفيناك إلى آخره. نعم. هي أدوية تنطوي على مخاطر، منها إيقاف تصنيع الدم، ومنها القرحات الهضمية المعدية والمعوية، ومنها الأذية الكلوي، ومنها أذية القلب، حتى الأذيات الكبدية. فإذا أعطيت بشكل عشوائي لها آثار جانبية كثيرة، حتى الباراسيتامول الناس بيعتبروه آمن. نعم. حقيقة الأمر ليس هناك دواء آمن. نعم. على الإطلاق، في حال وجود مضاد استطباب، في حال وجود تحسس، في حال وجود نعم. عشوائية في الاستعمال أو مبالغة في الجرعة، حتى الأعشاب يعني حتى الأعشاب. نعم، حتى الأعشاب، وبالعكس يعني تكمن خطورة الأعشاب بأنه الكمية اللي بنتناولها يعني قد تكون كبيرة قد تكون زائدة، أيضا طريقة تحضير الأعشاب قد تكون خاطئة، وطبعا هذا له أضرار. فدائما يعني نوصي بموضوع التوعية وبالتسلح بالمعرفة، ودائما نردد دكتور ملهم الصحة نعمة، لكن يعني للأسف لا نقدر قيمة النبع إلا بعد أن يعني قيمة الماء إلا بعد أن يجف النبع. قديما قيل نعم. الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى. نعم. ندعو طبعا للصحة للجميع وأيضا لكافة المرضى أيضا بالشفاء. وهناك دور دكتور ملهم قبل ما ندخل طبعا بموضوعنا في مجال الأذن والأنف والحنجرة، دور الطبيب لا يقتصر فقط على وصف الدواء، هناك دور يعني ما نسميه تعزيز الصحة، بمعنى تمكين المريض من إدارة حياته المرضية أو حياته الصحية. أنا أقول الطبيب يشابه في دوره دور المعلم، يشابه في دوره الدور التربوي المربي. نعم. يعني أنا كطبيب لدي مهمتان، المهمة الأولى هي العودة بالمريض إلى وضع الصحة، المهمة الثانية إعطائه
جزء من الثقافة الطبية التي أملكها، نعم، والتي أتبادل معه فيها. يعني المريض كتير بيعلمني أشياء، لكن أتبادل معه المعلومات وأزيد من الثقافة الصحية والوعي الطبي. زيادة الوعي الطبي بيسهل علي التعامل ويخفف على المجتمع كثير من أعباء الجهل. الجهل له أعباء وله مصارف وله له له. فحين وجود حين انتشار وعي طبي، هذا الوعي الصحي يؤدي إلى نتيجة حتمية، هي يعني دفع الطبيب إلى مزيد من التعلم. نعم. يعني نعم. وضعه تحت المراقبة، لأنه المريض اللي أمامك بيفهم وبيعرف أنت شو عم تحكي. نعم. هذا واحد. الشيء الثاني، يخفف حتى على الدولة من مصاريف الأعباء الصحية، أو حتى على الشخص ذاته. يعني أنا حينما المرض يعني. حتى حينما يدرك المريض أن السمنة مثلا أو التدخين أو الشيشة أو هي أمور أساسية في حدوث المرض والزوال عن حالة الصحة، فيسعى هذا الشخص أو هذا الإنسان إلى الابتعاد عن هذا وإلى تعديل وضعه الصحي والتغذوي والاجتماعي إلى آخره. فبيكلف، يوفر على نفسه، بيوفر على دولته مصاريف هائلة تدفع في حالة المرض. ومت ما تفضلتوا أنتم، درهم وقاية خير من قنطار علاج. يعني في حالة الوقاية المصاريف زهيدة جدا، في حالة المرض فالمصاريف أضعاف مضاعفة لما ينفق على الوقاية. نعم، ودائما يعني درهم وقاية خير من قنطار علاج. نعم. ودائما نذكر بأن كلفة المرض كبيرة جدا وكلفة الوقاية من المرض زهيدة جدا. أنا أيضا بتمنى يعني حتى من بعض الأطباء يعني، أو أعجب من بعض الأطباء حينما يوصون المرضى بالبحث في جوجل. يعني جوجل ليس بكافة المعلومات التي موجودة على مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا على المواقع الإلكترونية موثوقة ومحدثة. الطب يتغير يعني يوميا، ما يكون صالحا في المساء قد لا يكون صالحا في اليوم التالي. في الدراسات تتغير، وأيضا المعلومات والتعليمات تتغير أيضا. فنتمنى دائما الطبيب حينما يريد أن يوصي مريضا بأن يحدد له الموقع الإلكتروني الموثق أو الموثوق يعني به. وأتمنى أيضا من الجهات الحكومية حقيقة في يعني مختلف الدول العربية أن يكون لديها مواقع موثقة تحمل معلومات تكون مرجعا للجميع، لكل منها الطبيب وحتى أيضا المريض. نتمنى دائما الصحة للجميع. طيب، يوم أمس دكتور يعني وصلتني حالة عبر الهاتف، يعني شاب في 12 من عمره يعاني من الرعاف الغزير جدا والذي لم يتوقف طبعا في البيت، ونقلوا إلى أحد المستشفيات، وطبعا بقي لساعات يعاني من غزارة الرعاف، لدرجة أنه يعني الأهل أصيبوا بالخوف وبالرعب الشديد حقيقة. نعم. ما يعني في مثل هذه الحالات ما هي الاحتمالات بالنسبة لشاب يحدث لديه الرعاف لأول مرة؟ بدنا نشوف أولا هل الرعاف من طرف واحد ولا من الطرفين؟ نعم. يعني من جانب أنف واحد يمين يسار أو من الجانبين؟ هذا واحد. هل الرعاف هو نزف وريدي أم نزف شرياني؟ بيكون واضح النزف الوريدي بيكون عبارة عن موجات من الدم تخرج، النزف الشرياني بيكون نبضات من نعم. الدم تخذف خارج الأنف. في عندي شرايين محددة في قسم ما من الجيب الغربالي، الشريان الغربالي الأمامي، الشريان الغربالي الخلفي، ممكن أن تنزف. لكن أحيانا قد يكون هناك اضطراب بالتخثر الدموي يؤدي إلى هذا الرعاف. ممكن يكون في فرط يعني توقف أو عطالة عمل الصفيحيات لتناول مادة دوائية مثلا مسكنات الآلام غير الاستيرويدية قد تؤدي إلى هذا الموضوع. قد يكون أمر يعني دواء تنول أعراضه الجانبية، قد يكون يعني سبب تغير تشريحي إصابة شريان. القضية يعني الموضوع يحتاج إلى صورة، إلى تنظير، تقييم كامل، وقد يحتاج إلى تداخل جراحي. طيب، عندي اتصال من الأخ صفوان. السلام عليكم أخي العزيز. السلام عليكم. عليك السلام، يا مرحبا، تفضل. يا سلام يا دكتور، لو سمحت نسأل الدكتور ملهم سؤال. تفضل. أنا في ظهر عندي مشكلة من فترة سنتين تقريبا، هي مشكلة بالنظر بالعين، إنه صار في مثل الستارة من فوق ومن الجوانب، ستارة مغبشة تنزل. هذا فأطباء العيون ما شافوا أي شيء غير طبيعي بالعين. عفوا، الستارة يعني أنت كأنك تنظر من خلال أنبوب؟ لا، مو بالضبط. تغبيش بلش من فوق ومن من الجانبين. نعم، على عينتين ولا على عين واحدة؟ هلأ أنا الأساس في عندي عين واحدة رايح النظر من أيام الطفولة فيها. نعم، عافاك الله.
فالأطباء العيون ما شافوا أي شيء غير طبيعي بالعين واستبعدوا أنه يكون العين هي الثانية مأثرة عليها. ففي دكتور بس قال لي أنه افحص الجيوب، ممكن تكون تأثير الجيوب عندك. أنا في عندي مشكلة، رحت عند دكتور أذن أنف حنجرة فحصني، فقال لي الموجود عندك حساسية مش التهاب جيوب، يعني حساسية ممكن بجوز بسبب الشغل التبعي فيه شوية غبار. فأنا سؤالي أنه هل ممكن أنه فعلا الجيوب تكون هي المأثرة بسبب هذا الموضوع؟ نعم. هلا الكورتيزون تحسن منيح، بس يعني لحد الآن ولا طبيب عيون أعطاني أنه تشخيص. تقصد كورتيزون عن طريق الفم ولا بخاخ؟ عن طريق الفم. عن طريق الفم. طيب. تحسن عليه منيح لحد معين، وحتى أنفي مثلا الحساسية هي تروح، بس ارجع خفف هذا الموضوع يرجع كل شيء مثل ما كان. هل عندك أعراض أخرى أخي؟ عندك أعراض أخرى غير الرؤية غير النظر؟ لا ما عندك لا أعراض لا حسية ولا حركية؟ لا أبدا. طيب، أما فيما يتعلق بالتهاب الجيوب فإن يكون عندك غباشة في الرؤية من الأعلى وواحد من الجانبين ويكون له علاقة بالتهاب الجيوب، فهذا الأمر يعني ممكن يربط فيه لكن من بعيد. أيوة. لأن خصوصي إذا ما كان في عندي أعراض أخرى مرافقة، حتى شخص عندك مشكلة في الجيوب لابد من إجراء التصوير المقطعي. هل أجري هذه الصورة؟ أنا عملت تصوير مقطعي للدماغ للعصب البصري من العين لل. تصوير MRI ولا تصوير CT scan؟ لا تصوير طبقي محوري. إيه رنين مغناطيسي. رنين مغناطيسي نعم. ما ظهر أي شيء غير طبيعي. ولا ظهر التهاب جيوب حتى. مهم. لا ما صور لي اليوم يعني التصوير ما كان بسبب داعي الجيوب. لأنه على صورة الرأس أو الدماغ تظهر الجيوب أيضا. وبشوف الواحد إذا فيها شيء ولا لا. لكن أنا ما أعتقد يعني حتى قضية الحساسية أخي، إذا بدي أقول حساسية يجب إجراء اختبارات دموية مصلية غالبا يعني IgE والراست، أحيانا مضطر نعمل اختبارات تحسس الغذائي من النمط الثالث. لكن أنا أعتقد أنه المشكلة عندك يجب أن تكون يعني بيد طبيب الأمراض العصبية، أنك تراجع طبيب أمراض عصبية وتشوفها. أيوة. يعني وليس طبيب أنف وذرع حنجرة. طبعا إذا أنت أخذ كورتيزون راح تتحسن، لأنه الكورتيزون هو عبارة عن أنتي إنفلاماتوري مضاد التهاب، وتعالج فيه الأمراض التحسسية والالتهابية وأمراض المناعة الذاتية. بما فيها حتى الأمراض التي تصيب الجملة العصبية مثل التصلب الجانبي، التصلب اللويحي وغيره. فأنا أنصح أنك تراجع طبيب عصبي. طبيب عصبية. اي نعم، طبيب امراض عصبية في هذا الموضوع، والدكتور بسام ممكن يرشدك. بتواصل معك اخي صفوان ايضا بعد انتهاء البرنامج، وايضا بنحصل على المعلومات والتقارير المتوفرة لديك، وان شاء الله فينا نساعدك بعد انتهاء البرنامج اذا الله راد. شكرا لاتصالك. طيب، هناك كنا نتكلم عن حتى الاعشاب، هناك من يسأل ماذا عن تناول فطر الريشي؟ يعني والله اخي كثر الحديث عنه، وبتلاقي الانستغرام مليان ودعايات وآيمي قاعدة. أنا أخاف دائما، يعني فطر الريشي معروف من الأنواع الفطور التي ترفع المناعة وتؤدي وتخدم المريض، لكن أنا بفكر دائما على جانب التحسسي في الموضوع. يعني قضية مثلا الفلاكسيد أو بذر الكتان كانت موضة في بداية الألفينات. بذر الكتان بحل مشاكل القلب، بذر الكتان بنزل الوزن، بذر الكتان أوميغا 3، بذر الكتان إلى آخره، إلى أن ظهرت مجموعة من الحساسيات على بذر الكتان، وأنا واحد من هذه الضحايا. يعني تناولت بذر الكتان بناء على نصيحة خبيرة التغذية في ذاك الوقت. كان قضية الكوليسترول عندي مو كتير زابطة، فظهرت عندي أكزيما وظهر عندي هذا وظهر عندي ربو، ثم كشفت أني أنا بتحسس عليه. نفس شيء تاني مثل بذور الشيا. بذور الشيا ونعم صحيح. والفطر صحيح. الريشي والفطر الكذا. أنا يعني إذا ما كان يعني نحن خلينا نقول نحن كبشر نعيش في منطقة جغرافية محددة، هذه المنطقة الجغرافية تتلائم معها جيناتنا. بحيث أنه بعض أنواع الأغذية تكون صالحة وبعض أنواع الأغذية قد تتنافر معنا. مثلا منطقة الخليج متلائمة جينيا مع حليب الإبل وحليب الماعز. لكن حليب البقر ليس كما يجب. نحكي طبعا، وحتى يعني بشكل أساسي مثل هذه الأغذية وحتى الأطعمة وغيرها والبذور، بأنها يعني حينما تكون غنية بمضادات الأكسدة فهذا يعني أنها تقي من الأمراض وأيضا تحسن الحالة العامة وتقوي الجهاز المناعي. لكن بعد الفاصل فابقوا معنا،
السلام عليكم دكتور ملهم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن قبل الفاصل كنا نتكلم عن طبعا هناك من سأل عن الفطر وموضوع تكلمنا أيضا عن كيفية تعزيز قوة الجهاز المناعي بالجسم اللي بتتمتع فيه يعني أو متوفرة العناصر الغذائية في كثير من الخضار والفواكه والحبوب دكتور. وأيضا هذا يعني يطرح سؤال، لماذا بعض الأشخاص يتعرضون لكثرة الإصابة ببعض الأمراض وتكرار الأمراض من حين إلى آخر، سواء كانوا أطفالا أو حتى كبارا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أما فيما يتعلق بالفطر الريشي ومن قبله الشيا، نعم، ومن قبله الفلاكسيد ومن قبله كذا، نعم، والكينوا وغيره، نعم. فأنا أقول دوما كما بدأنا بالحديث قبل الاستراحة، نعم، أن لكل منطقة جغرافية خصوصيتها، وفي تلاؤم جيني بيئي يحدث عند الأقوام الذين يعيشون في منطقة جغرافية محددة، نعم. فما كان متلائما أو جيدا في منطقة ليس من الضرورة أن يكون جيدا في منطقة أخرى. نحن عندنا مثال كما ذكرنا، حليب الأبقار. حليب الأبقار المنطقة، منطقة الخليج متلائمة منذ يعني مئات السنين مع حليب النوق وحليب الماعز، وما كان في أي مشاكل صحية. حينما دخل حليب البقر بدأت المشاكل بالظهور. الآن حليب البقر 50-60 سنة ربي أعلم يستهلك على نطاق واسع جدا، وظهرت المشاكل الصحية المرتبطة فيه. الآن فلنقص عليها بقية الأمور الأخرى. ما كان صالحا، يعني الكينوا مثلا صالحة في جنوب أمريكا، ليس من الضرورة أن تكون صالحة أيضا في بلادنا. ظهرت حساسيات مختلفة عند الناس على الكينوا، وأعتقد أن الكينوا وبذر الكتان هي من الأمور التي أراها فيها حساسية يوميا عندي في عيادتي خلال الاختبارات، لأن غذاء غريب. نحن لسنا ضد الغذاء الغريب حينما يأتي، لكن أدعو إلى التريث والتعقل. يعني مو إذا كان الفطر الريشي أو إذا كان الفلاكسي بذر الكتان في أوميغا 3 ولا في مواد محرفزة للمناعة معناته خلاص هذا الحل حتى من الموت، فلا تريث. قد يكون هذا جيد عند إنسان وسيء عند إنسان آخر. في عندي شيء اسمه حساسية، في عندي شيء اسمه عدم تحمل، قد يكون هذا وبتكون الأعراض تبعيته أشد من الفوائد، الأخاطر، مخاطر والمحاذير، وقد لا يعرف بها الشخص أكيد. يعني أنا تكلمت معك تحت الهواء أنه أنا الشيا أكلت الشيا لمدة أسبوع تعبى جسمي أكزيما. البذر الكتان بناء على نصيحة أخصائية التغذية بتاك الوقت كنت أكل كل يوم ملعقتين، بعد فترة صار عندي ربو، صار عندي أكزيما في مطاوي الجسم. ولما عملت اختبار التحسس، لازم بتحسس على بذر الكتان والخميرة، تركت الاثنين راح كل شيء. فإذا ما لا يوجد في هذه الطبيعة مادة جيدة مطلقة ولا مادة سيئة مطلقة. نعم، ودائما هناك دراسات يعني وأيضا وهناك تتغير. دراسات وهناك تتغير، نعم، مثل ما تفضلت. أما فيما يتعلق بالمناعة، حينما أحافظ على قواعد محددة في التغذية وفي الحياة، مناعتي سترتفع وسأتقي من كثير من الأمراض بإذن الله. أول شيء نحن منخالفه هو النوم. أكثر شيء بيرفع مناعة جسمك أن تأخذ قسطا وافرا من النوم، وأنه تنام مثل ما بتنام الطبيعة، يعني من بعد غروب الشمس وتستيقظ مع شروق الشمس أو الفجر، مو نام مع فجر ونستيقظ بعد زوال الشمس، نعم، مثل ما يحدث في كثير من المجتمعات العربية. يعني أنا أستغرب أنه لاقي طفل الساعة 2 بالليل أو ما بالليل، صار في وجه الصباح، نعم، طفل قاعد سهران وصوته طالع. هذا الطفل حرمته طفولته وحرمته صحته، رح يمرض، رح تلاقي تاني يوم وجهه شاحب أصفر. أو من شخص بالغ، والله نحن ويكند بدنا نسهر على وجه الصبح، ليش؟ أو صيف أو عطلة، نعم، أو عطلة، خليني نام الساعة 10 11 بالليل وفي الصبح الساعة 4-5 واتمتع بشروق الشمس واتمتع بكل النهار، لأن الله خلق النهار للمعاش وخلق الليل للسبات. ولن تستقيم الأجسام ولن تستقيم الصحة إلا عن هذا. يعني كثير الناس بيشكوا وزني ما عم ينزل. إيه أنا متبع أشد أنواع الحمات، تسأل إيه أنت بتنام؟ بيقولك والله الساعة 4 الصبح. إيه ما رح ينزل وزنك، ما بينزل. وبنام 5 ساعات باليوم، ما رح ينزل وزنك مهما فعلت، حتى لو خيطت فمك وما عاد أكلت. إذا ما بتغير نومك وبتعدل حياتك أكثر. الشيء الثاني كنا عم نتحاكى فيه هو التنوع الغذائي. التنوع الغذائي أساسي.
وأنا بقول أسهل شيء على شخص أنه يأكل بنظام الألوان. يعني بدي أكل باليوم 5 ألوان ألوان غذائية. أما فيما يتعلق في ليش الناس بتمرض كثير، فله أسباب متعددة. نعم، في عندي مثل ما قلنا السهر، في عندي الفقر أو سوء التغذية. وسوء التغذية لا تعني أنه ما عندي مواد غذائية. سوء التغذية مثلا اللي بيأكل 3 وجبات أو 4 وجبات باليوم جنك فود فاست فود، هذا عنده سوء تغذية. نعم. اللي بيأكل جي ام او معدل وراثيا عنده سوء تغذية. اللي ما بيتناول وجبة الصباح، اللي ما بيتناول وجبة نعم. الفطور عنده نعم. سوء تغذية. اللي بيعتمد على غذاء واحد عنده سوء تغذية، على وجبة واحدة، على وجبة واحدة في اليوم وثقيلة وثقيلة نعم. عنده سوء تغذية. إضافة إلها تناول ما يسمى بالأغذية المصنعة البروسيست فود. نعم. نحن الآن نعيش في عصر أنا أعتبره من أسوأ وأبأس العصور للبشرية. رغم الوفرة ورغم الكثرة في كل شيء، لكن منطلع موادنا إما تنمو تحت ظروف كيميائية أو معدلة وراثيا، أو بناكل من الصناعات الغذائية. طريقة اختيارنا للطعام دكتور، يعني حتى لو يعني سألت لنفترض 100 موظف يعني في فترة ما بين، طبعا ما بيتناول قسم كبير منهم وجبة الإفطار في نعم. فترة مثلا مثل الساعة 10 أو 11 أو حتى 12 بسكويت وشوكولات وغيرها، طبعا وهذا أيضا أغذية مصنعة مليئة بالدهون والسكريات. بالسكريات طبعا، الدسم نعم. الضارة حتى نعم. والدسم نعم. النبيلة نعم نعم. يعني إذا نبحث منشوف أنه اعتمدنا على الصناعات الغذائية. الصناعة الغذائية لا يهمها إلا أن تمتلئ جيوبها بالأموال. مثلا خذ مثال معجون الطماطم. معجون الطماطم كان أول تصنعه سيدة المنزل، 98% منه طماطم والباقي ماء وملح. نعم. ما في أي مادة كيميائية. امسك أي معجون طماطم غير عضوي الآن واقرأ ما كتب عليه، بتلاقي 30-40% طماطم، بعدين في خل، في سكر، في سوربيك أسيد، في أسكوربيك أسيد، في مادة مسخنة مثل الكراجين أو الأجار أجار، وكلها مواد محسسة وضارة. وقس على ذلك بالإضافة إلى مثل ما تفضلت أنت وجبة الفطور. وجبة الفطور شو بتكون؟ بتكون أما حبوب فيها جلوتين وكثير منها معدل وراثين، أو كورن فليكس. طيب شو في بالكورن فليكس؟ الكورن فليكس فيه مواد سكرية بالتصنيع، في جلوتين، وفي ذرة. هل الذرة غذاء ملائم عند الصباح للأطفال بالذات؟ نعم. هذا للسهولة حطينا معه حليب، حليب الأبقار. طيب هل حليب الأبقار ملائم للتغذية؟ هذا سؤال آخر. الكورن فليكس شو فيه؟ في سكر، في فركتوز، بيرفع السكر بشكل هائل بالدم خلال فترة بسيطة ويرتفع معه الإنسولين، ثم يهبط السكر بسرعة كبيرة خلال ساعة إلى الحدود الطبيعية، ولا يستطيع الإنسولين يجاري سرعة هبوط السكر. فاللي بيصير الإنسولين بيبقى طالع والسكر نزل، بجوع الطفل مرة تانية بعد ساعة، أو الشخص اللي أكل الكورن فليكس لازم يأكل بعد ساعة. إذا ما أكل تتطور معنا شيئا فشيئا ما يسمى بمقاومة الإنسولين. نعم. طيب هل هذا غذاء صحيح؟ كان أول الواحد يقعد للصبح الأسرة تفطر مكدوس وزيتون ولبنة وجبنة وكاسة شاي، فكان عنده فطور ملكي. نعم. في عناصر غذائية كاملة عند الصباح، من الدهون النبيلة، من البروتينات، من النشويات، اللي الخبز بيكون كامل غالبا. نعم. طيب وجبة الغداء كيف أصبحت؟ هذا شيء ثاني. ناخدها غالبا مصنعة، لأنه ضغوط العمل، نشتري من الكافيتيريا الفلانية خبزة صمونة فيها سكر، فيها دهون، فيها كذا، محطوط فيها مادة أخرى بناكلها على السريع عند الغداء. وجبة العشاء بنوصل على البيت جوعانين، بنعبي بطننا 3-4 آلاف كالوري، وبصير عندنا بعدين مشاكل صحية ومشاكل هضمية. نعم. لذلك دائما يعني نركز على موضوع مقولة أنت ما تأكل. صحيح. وطبعا أنت ما تأكل وأيضا يعني ما تختار من طعام وكيف تحضر الطعام. ونتمنى دائما يعني قواعد الصحة العامة حقيقة بسيطة جدا، لكن علينا أن نلتزم بها ونطبقها، مثل ما ذكر الدكتور ملهم موضوع النوم واحد من أهم يعني أيضا القواعد الأساسية للصحة، بمعنى أن نحصل على النوم الكافي من حيث عدد الساعات وأيضا من حيث النوم المريح، وليس هناك طبعا من ينام لساعات طويلة أيضا، هذا لا يجوز. أيضا هذا النمط من الحياة اللي تكلمنا عنه الآن. نعم. دكتور بسام، أدى إلى ما يسمى بالتحسس الغذائي. نعم. والذي كان يسمى عدم التحمل الغذائي، هو عدم النوم، السهر، تناول الأغذية المصنعة. نعم. البروسيست فود،
تناول الأغذية المملوءة بالمحسنات والملونات والحوافظ أدى بعدين الاعتماد اعتماد كلي ما عدا الاعتماد على مواد غذائية منوعة. إذا بتأخذ غذائنا اليومي بتلاقي 75% من النمو في مشتقات البيض والحليب الأبقار والقمح والجلوتين. هذا الاعتماد الهائل على هذه الأغذية بالإضافة إلى ما ذكرناه آنفا أدى إلى ما يسمى بالتحسس الغذائي عند الكبار والأطفال. أما عند الرضع فالكارثة هي الابتعاد الكبير عن الإرضاع الطبيعي. نعم. للطفل الابتعاد عن الإرضاع الطبيعي مع انتشار الولادات القيصرية أدى إلى حدوث تحسسات غذائية عند الرضع من الأسابيع الأولى. هذا ما لم نكن نراه. نعم. والطامة الكبرى إذا وجد طبيب قال للأم ابنك ما عم يتحمل حليبك لازم تترضعي إرضاع صناعي. وهذا ما نراه في ممارساتنا اليومية. نعم طبعا من يعني من منذ الصغر تبدأ المشاكل بسبب طبعا الاختيار الخاطئ وأيضا للحليب يعني الاستعاضة عن حليب الأم ببدائل أخرى. نعم أنا أقول مقدمة أنه لا يوجد حساسية على حليب الأم، إنما يوجد تحسس على مواد تأكلها الأم وتظهر جزيئاتها في الحليب الذي يرضعه الطفل. وتظهر الأعراض التحسسية، وأكبر مجرم مسؤول عن هذا هو حليب الأبقار الذي تتناوله الأم أو الذي يصنع ويعطى على شكل فورميولا مثل ما بيقولوا حليب جاهز للرضاعة للأطفال مع ما يحويه من مواد أخرى ودهون أخرى مثل زيت الصويا وزيت النخيل وإلى آخره. الحقيقة اللي نحن نأنف أن نأكله نقدمه لرضاعنا. نعم. وبعد فترة بتلاقي الطفل كيف ظهرت عنده الأعراض. أما كيف آلية حدوث كيف معرفة أو الشك بأن هذا الرضيع أو هذا الطفل مصاب بالتحسس الغذائي فله دلالات كثيرة. نعم لذلك يعني تتكرر الإصابات عند الأطفال، الالتهابات المتكررة عند الأطفال وطبعا بمراحل نتكلم يعني عمرية صغيرة دكتور ملهم. نعم المراحل قد تبدأ أعراض التحسس الغذائي عند الأطفال أو عدم التحمل الغذائي اعتبارا من الأسابيع الأولى من العمر. نعم. وبخاصة إذا اجتمعت فيها خاصتان، الطفل ولادة قيصرية والطفل يرضع إرضاع مختلط، يعني إرضاع حليب صناعي زائد حليب الأم أو أنه يرضع إرضاعا صرفا صناعيا، واحد من هدول الاثنين. وحكينا ليش؟ نعم. إذا كان الطفل مولود ولادة قيصرية فهو محروم أو حرم عن طريق هذه الولادة من البكتيريا النافعة التي تتعبأ يعني يأخذها من البكتيريا النافعة الموجودة في الأقنية التناسلية تبع الأم، لأنه بيشرب بيبلع هذه المفرزات خلال الولادة وهي تشكل ما يسمى بالفلورا أو البكتيريا النافعة في الأمعاء. فإذا أضفنا إليها الطفل بياخد فورمولا. شو هي الفورمولا أخي؟ خلينا نقرأ. يأخذ واحد أي حليب صناعي ويقرأ ما هو مكتوب عليه الانجريديان. نعم. عندك بالكمبيوتر دكتور بسام لو سمحت. نعم. حط أي حليب وقرأ المنتجات تبعيته الآن بتشوف الانجريديان تبع الحليب. نعم. حط ما بدي أذكر اسم ولا بدي أذكر ماركة إنما وخلينا نقرأ شو مكتوب فيه. وحتى أنواع الحليب المحلل يعني اللي بنعطيه للأطفال تتفاجأ بما هو موجود. نعم. فيه بتلاقي فيه حليب مؤنسن. الحليب المؤنسن يعني حليب عدل تركيب البروتينات فيه بحيث تشابه الحليب البروتين الإنساني الموجود في حليب الأم، إذن هو حليب ملعوب فيه. نعم. هذا واحد. بعدين مجفف معرض للحرارة العالية. بعدين موجود فيه مواد أخرى، موجود فيه دهون. الدهون ممكن تكون زيت الزعفران، ممكن تكون زيت الصويا، زيت النخيل، زيت عباد الشمس، وكلها زيوت مهدرجة جزئيا. أنا أأنف أني أكلها أو طعميها لطفلي، فكيف نفعل ذلك بأطفالنا؟ كيف تفعل الأم هذا بطفلها؟ نعم ولديها طبعا الحليب الطبيعي المناسب وأيضا المجاني والمناسب لكافة المراحل العمرية. طبعا نتكلم في السنوات الأولى من عمر الطفل، في السنتين الأوليتين من عمر الطفل اللي هي طبعا الرضاعة تكون يعني الرضاعة الطبيعية مناسبة للطفل من حيث الكمية، من حيث النوعية أيضا، من يعني لا تحتاج إلى تحضير، لا تحتاج إلى أي شيء. حليب الأم. نعم. هو عبارة عن خزان غذائي موجود معها مدائما. نعم.
قد يعني بننصح الأم تبتعد عن بعض أنواع الأغذية، لكن هذا الحليب يتلائم مع الطفل في كل مراحل حياته، فهو في الشتاء أدفأ من الصيف، وهو يتلائم مع الحياة العمرية للطفل. الطفل الآن بحاجة لفيتامينات أكثر، الطفل الآن بحاجة لدهون أكثر، الطفل الآن بحاجة لبروتينات أكثر. في الأيام الأولى تكون الصمغة يعني تكون الصمغة المليانة بروتينات وأجسام مضادة للطفل. هذا ما هناك الآن. إذا جاني طفل رضيع يرضع من أمه لكن عنده أعراض، ببحث عن الأم إذا كان عنده بالأصل قضية عدم تحمل غذائي. نعم. وعما تأخذه والقيصرية أيضا وأمور أخرى طبعا نتكلم عنها يعني بعد الفاصل. ونذكر بطرق التواصل على الهاتف 600-551-414 والرسائل النصية القصيرة على 4006 وعبر الحساب الرسمي لإذاعة نور دبي على الإنستغرام لايف نور دبي راديو. وضيفنا داخل الاستديو الدكتور ملهم ياسين اختصاصي أمراض الأذن والأنف والحنجرة في مجمع دكتور ملهم الطبي في دبي. دكتور ملهم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا. من الرسائل منها ما يتعلق بموضوع حليب الأطفال، وطبعا يعني تسأل أنه ماذا لو كانت السيدة مجبرة على الحليب الصناعي؟ إذا كانت مجبرة على الحليب الصناعي بنصحها أنه تبحث عن ما هو عضوي. يعني في عندي بدون ما نذكر أسماء أو ماركات على الراديو، في عندي أنواع من حليب الأطفال أو التغذية الأطفال العضوية. نحن هون لم نعد في مجال خيار، نحن الآن في حال إجبار. يعني الحليب البديل الحليب الصناعي يعتبر كدواء عم نعطيه للطفل لحتى يعيش. المشكلة أنه في كثير من مجتمعاتنا الحليب الصناعي هو بديل لحليب الأم. يعني الأم رضعت شهر شهرين رجعت للعمل خلص ما عادت ترضع، أو إما لضرورات مهنية أو لأحيانا خليني أقول أفكار خاطئة أنه إذا رضع الطفل أكثر رح يتشوه الثدي رح يتغير شكله رح إلى آخره، وهذا كله طبعا مخالف للحقائق. وفي ناس بيقول لك أنه الحليب عم يأخذ من تغذية الأم، الأم جسمها عم يضعف، كمان هذا مخالف للواقع. هذا الطفل الله بعته بعت وأرسل رزقه معه. وقت اللي بده يكون بديل، يعني إذا كان الأم ما عندها حليب، إذا كان أم أصيبت بمرض وعم تأخذ علاج ولازم توقف، وإذا كان البديل فعلا أنواع من الحليب، لكن خلي تأخذها أورغانيك. يعني بيكون أورغانيك شو يعني؟ يعني ما في مادة حافظة، ما في مادة ملونة، ما في مادة مخالفة للطبيعة. كل هالمواد يعني زيوت الصويا وزيوت كذا المهدرجة المعدلة وراثيا بتكون خارج الوجود. ما موجودة. نعم. طيب رسالة أخرى تقول السلام عليكم ورحمة الله. إذا كان حليب الأم يقل إلى أن يتوقف بعد 6 أشهر وأتناول الطعام الطبيعي، فما الحل علما بأن أبنائي 4 رضعوا 6 أشهر فقط؟ 6 أشهر هي فترة جيدة بدراسات سويدية، أن 6 أشهر بيرضع طفل 6 أشهر بيحميه، بيكون إصابته أقل ب50% من الأمراض التحسسية من الطفل من الأطفال الثانيين. لكن قلة حليب الأم بدنا ندور على سببها بعد 6 شهور، إما أن الطفل ما عم يرضع، أو أن الطفل عنده ضرورات مهنية وعم ترضع طفلة عدد مرات الرضاعة عم تقل شيئا فشيئا. نحن نعرف أنه أهم تحريض للرضاعة هو مص الطفل بحد ذاته. فإذا كان الطفل المص تبعه قل، يعني بلا ما يأخذ 6 وجبات عم يأخذ 3، رح يقل حليب الأم. هذا من داري. طبعا في هناك أغذية معروف أنه ممكن تزير الإدرار. فإذا كان عندي حليب الأم يقف ب6 شهور خلاص رح أبدي لازم أطلع. لازم شو، لكن لازم أعرف إذا الأم أوقفت الأرضاع الطبيعي وحولت للأرضاع الصناعي، إذا ظهرت على الطفل أعراض مرضية يجب اختبار الطفل. يعني أولى الأعراض المرضية اللي ممكن تظهر على الطفل هو انسداد الأنف أو الكحة، أو أن الطفل يصير عنده نزلة يسكر أنفه يصير كح، وقد لا ترافقها حرارة، قد ترافقها حرارة بعد فترة. إذا ظهرت هذه الأعراض يجب أن يعني أبادر الأم لطبيب الأطفال عادة. وإذا تكرر مرة ومرتين وثلاثة خلال فترة قصيرة لازم نفكر بوجود تحسس غذائي على الأغذية اللي عم يأخذها الطفل، بالذات الحليب الصناعي. قد تظهر أعراض أخرى مثل الأكزيما عند الطفل، أو ممكن يظهر إقياء أو إسهال عند الطفل. كل حالات تستدعي يعني في كتير لك بدل أول نوع حليب، بدل جيب اتش اي وإلى آخره. بممكن منتهى البساطة نكتشف إذا في تحسس غذائي ولا لا ونعطي الحليب الملائم.
نعم طبعا يعني الحليب ليس هو المصدر الأساسي لموضوع التحسس الغذائي, وإنما أيضا هناك يعني مواد غذائية أخرى. نحن عم نتكلم الآن عند الربو. نعم نعم. ظهرت الأعراض. نعم. لكن في عندي مواد أخرى. يعني الحليب هو بشكل المشكلة الأساسية والرئيسية في التحسس الغذائي عند الرضع والأطفال. نعم. بشكل أساسي, وأقول هذا بعد 11 سنة من الدراسة في هذا الموضوع والبحث الميداني عند كثير من الأطفال والكبار, حتى عند الكبار أيضا. نعم. الحليب البقري يشكل معضلة أساسية هو منتجاته في قضية التحسس الغذائي, وخصوصي أنه أنواع الحليب الأخرى لم تعد كما كانت. يعني منقول نحن حليب بقر, هل الحليب البقري بإنتاج الصناعي بقي كما كان؟ أكيد تغير. لا. يعني الصناعات الغذائية أثرت على كثير من يتعرض الحليب نعم. بماد لعمليتين. العملية الأولى هو التسخين الشديد, القضاء على كل الكائنات الحية الموجودة فيه, وحتى الحفظ وحفظه. نعم والحفظ طبعا, التسخين الشديد نعم. ويتعرض الحليب أيضا إلى التعرض للضغط الشديد, يعني بيحطوه بغرف ضغط, بيرذوه على صفائح وبيضغطوا, فتتكسر كل الكرات, كل الجزيئات البروتينية الكبيرة والجزيئات الدسمة الكبيرة, وبصير اسمه حليب متجانس. نعم. تجانس هذا الحليب مع تسخينه لدرجة عالية بمكننا من حفظه لعدة شهور, هذا هو الحليب مديد الأمد أو المديد الأجل. لكن هل هذا هو حليب حقيقي؟ هذا السؤال. كثير من الناس بيتهموا هالعمليتين بحدوث التحسس الغذائي, ما عدا وجود مضادات حيوية أو هرمونات تعطى للأبقار لاستمرار موضوع العلف. نعم. والعلف أيضا. نعم. هذا الشيء. طيب. المواد الأخرى نعم. اللي ذكرتها تفضلت بالحديث عنها دكتور بسام, في عندنا طبعا خصوصي عند الكبار والصغار أيضا, لكن الصغار أكثر, هو بياض البيض وهو الجلوتين. نعم. أو الجلوتين الموجود في القمح والشعير وجزئية في الشوفان وفي القمح الخراساني أو الكمود وفي السبلت أو الحنطة المكتسبة والجودار أو الرعي, هذه المواد الستة فيها مادة تسمى جلوتين. نعم. وهي مادة صمغية تعمل عند تشربها بالماء, بتتشرب وبتكبر وتعمل على إلصاق جميع ذرات الطحين المستخرج من هذه الحبوب الستة وتحول إلى عجين. طبعا هذه المادة غير موجودة في الرز أو الذرة أو البطاطا أو غيرها من الحبوب, موجودة فقط في هذه الستة. هذه المادة يتعذر على الطفل هضمة بالسنة الأولى, بل يتعذر على الإنسان هضمة في كل مراحل حياته هضما كاملا, يبقى جزء منها ملتصق بالأمعاء في جذر, وهذا ما يسبب المشاكل. الطفل نعمل على عزله عن الجلوتين عزل كامل في السنة الأولى من عمره, وعن بياض البيض وعن الأسماك وعن العسل, وإن أمكن عن كل مشتقات حليب الأبقار بالسنة الأولى, لأن الجهاز الهضمي تبعه ما بيتحملها. وكثير من الأطفال يأكل الجلوتين الموجود إما في بودرة الأطفال تبع الغذاء البوريج أو موجود في أنواع أخرى من المشتقات لتغذية الطفل, وكثير من الأطفال بياخدها ثم يصاب بعد بأمراض مختلفة, وللأسف ما بيربطوا بينه وبينها. يعني ممكن يصاب بنزلات صدرية, ممكن يصاب بنزلات متكررة. نعم. من أهم العلامات أن الطفل مصاب, طفل مريض يعني دوما بيمرض بالشهر مرة أو مرتين, لازم يفكر بتغذيته. العلامة المهمة الثانية إذا الطفل رفض الغذاء, إذا عندي طفل رضيع 5-6-7-8-9-10 شهور, أعطيته مادة غذائية أخذ أول مرة أعطيته إياها ثاني يوم رفضها, معناتها هذا الطفل يتأذى من هذه المادة ولكن لا يستطيع التعبير, التعبير هو الرفض. نعم. أنه يبصقها من فمه. فإذا بصق طفلك مادة غذائية لا تعيدي الكرة, لا تعطيها, لا تعطيه المعلقة الثانية, واتركوا أطفالكم يختارون طعامهم مهما كانت الأعمار. ما في شيء اسمه تغذية صحيحة بدي غذية لطفلي بالاختبارات. إذا بتقلي شو, بتسألني شو التغذية الصحيحة, بقول لك ما بعرف, هذا شخصي. تنوع يعني, هذا شخصي. نعم, ولكن التنوع يعني هو الشيء المطلوب, وأيضا يعني عدم الاعتماد فقط على مادة واحدة أو عدد قليل من المواد الغذائية, لأن هذا الأمر طبعا فيما بعد يعني سيعتبره الجسم جسما غريبا, وبالتالي ستحدث الاضطرابات الجسدية وحتى أيضا النفسية, يعني ليس فقط الاضطرابات الجسدية. إذن بعد الفاصل نتابع حديثنا مع الدكتور ملهم ياسين, اختصاصي أمراض الأذن والأنف والحنجرة في مجمع الدكتور ملهم الطبي في دبي, وطرق التواصل على الهاتف 600-55-1414 والرسائل النصية القصيرة على 4006, وعبر الحساب الرسمي لإذاعة نور دبي على الإنستغرام لايف نور دبي راديو. فاصل قصير فابقوا معنا.
بلسم. يا أخي ولدي ما أعرف شو فيه، شاك إنه ياخذ شيء أو يتعاطى. تصرفاته وسلوكياته وايد تغيرت في البيت وما أعرف شو أسوي وكيف أتصرف. هالشيء ما ينسكت عنه ولازم تتصرف في أسرع وقت، وكل ما تأخرت مو من صالحك. إنزين خبرني شو أسوي وكيف أتصرف. سمعت في مركز مختص لعلاج الإدمان ويوفر جميع المعايير والبرامج العالمية للعلاج ويستقبل الذكور والإناث، وأهم شيء عندهم السرية التامة، ممكن تزورهم وتستشيرهم. صدق والله؟ إنزين عطني اسم المركز وين مكانهم وكيف تواصل وياهم. مركز إرادة للعلاج والتأهيل، مكانهم دبي الخوانيج، وتقدر تتواصل وياهم على الرقم 04239992. هلا راشد وينك؟ في الإمارات الإسلامي بجميرة، بتصلك عقب. خالد شحالك وينك؟ هني في الإمارات الإسلامي بند الحمر، بتصل بك عقب. يا جماعة شو السالفة؟ أنا بخبرك السالفة. يقدم الإمارات الإسلامي تجربة مصرفية جديدة مصممة خصيصا للإماراتيين. استمتع بمكافأة ترحيبية من الأميال لغاية 3000 درهم مع حساب إماراتي، بالإضافة إلى عالم من المزايا مع بطاقة إماراتي، كذلك الخصومات والعروض الحصرية على التمويل السكني الشخصي وتمويل السيارات وغيرها الكثير. للمزيد زور emirates-islamic.ae. تطبق الشروط. عام زايد. شيخ زايد كان قائد، كان ذو نظرة بعيدة، كان قادر على تحسس المستقبل، وفي نفس الوقت كان إنسان حنون جدا وإنسان صاحب قرار. إذا الوقت نحتاج إلى قرار. عام زايد. تابعونا الآن برنامج بلسم. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. بلسم. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجدد لكم التحية من خلال برنامجكم بلسم على أثير نور دبي، وضيفنا داخل الاستوديو الدكتور ملهم ياسين، اختصاصي أمراض الأذن والأنف والحنجرة في مجمع الدكتور ملهم الطبي في دبي. طرق التواصل على الهاتف 600-55-1414 والرسائل النصية القصيرة على 4006 عبر الحساب الرسمي لإذاعة نور دبي على الإنستغرام لايف نور دبي راديو. السلام عليكم دكتور ملهم. وعليكم السلام ورحمة الله. طيب هناك أيضا بعض الرسائل، كلام الدكتور رائع، يا ريت الناس تستمع له وشكرا. أيضا رسالة أخرى تقول: أود أن أشير إلى أن الحليب البديل كان حليب الماعز الطبيعي. لكن في نسبة تصالب تحسسي بين حليب الماعز وحليب البقر، حوالي 70% من الأشخاص اللي بيتحسسوا على حليب البقر يتحسسون أيضا على حليب الماعز. يعني يجب اختباره. إذا عمل اختبار التحسس الغذائي بيختبر عادة حليب البقر والماعز والغنم والفرس والإبل. أي نعم. طيب غير شو الحليب الثاني وائل؟ طيب حليب الأرز. الأرز؟ نعم حليب الأرز. الآن في عندي طبعا هدول نحن ما بنحكي فيهم للأطفال الرضع. نعم. لكن إذا انتقلنا من مجال الأطفال الرضع أو الأطفال يعني اللي خلصوا وصلوا إلى سن الفطام، يعني نحن وقت بيتصل الطفل لسن الفطام وصل لعمر سنتين أصلا هو ما عاد بحاجة للحليب. نعم. والحليب المقصود هو حليب الأم، يعني حليب الجنس نفسه، حليب النوع نفسه، وليس الحليب الغريب. الخروف يعني الحمل، الجدي، العجل، إذا انفطم أول شيء برضع حليب أمه، وإذا انفطم ما بعد بيشرب حليب مرة تانية. نحن البشر غير شكل،
يعني لحمرة سنة من 80 و90 نشرة بالحليب. هلا طبعا موضوع هاد يعني موضوع حتى السكر والمواد الدسمة والحليب وغيرها, يعني الشركات المسوقة طبعا لهذه طبعاً يعني الصناعات الغذائية من سنوات عديدة. نعم. يعني زرعت في أن الحليب مثلا تحديدا الحليب الصناعي, ومن حيث الإعلانات كانت أيضا يعني ترتبط الإعلانات بأن بالإنجاز وأيضا بالحصول على شهادات جامعية وغير ذلك. وطبعا حليب الأم هو الحليب المثالي. طيب رسالة أيضا تقول, أنا عن نفسي عندي بنتي بتكمل الحين السنة, ومن نفسها كانت ترفض الرضاعة الطبيعية ولأنه وزنها كان نازل عن المطلوب. الدكتور قال لازم أدخل الصناعي, وبالنسبة للأكل ترفض وايد الأكلات وأطلعها من فما, فهل بالفعل أنه تتحسس من كل هذه الأكل؟ نعم قد يكون. أول شيء ما تتحسس على حليب الأم. نعم. لكنها تتحسس على المواد كانت تأكلها الأم خلال فترة الرضاعة وترفض الرضاعة لأنه عم تتأذى منه. نعم. فلو أنه فقط الأم عم ترضع والطفل ما عنده شيء غير حليب أمه, لن أختبر الطفل باختبر الأم. نعم. لأن الأم هي اللي عم تبني الأنتيباديز الأجسام المضادة وثم تنقلها إلى الطفل. نعم. فكثير من الأحيان نفحص الأم منعرف شو لازم تأكل وبتتحسن وضع الطفل, وهذا تم عنا عدة مرات. لكن إذا كان الطفل سلوكه صعب بالطعام, يعني بنقول الطفل عنده مزاج سيء للطعام, معظم الأكلات بيرفضها, هذا ما بضربه ولا بعذره لحتى يأكل, هذا بختبره. لأنه عادة الطفل الذي يرفض كثير من أنواع الطعام هو الطفل مصاب بالحساسية. بذكر مثال. نعم. أو مثالين, أو بتكرر عندي يتواتر دائما, أم بتجيب طفلة أو أب بتجيب طفله, يا أخي هذا الولد عم يعذبني ما عم يأكل. نعم. أنا بدي طعميه سلطة وبدي طعميه خضار وبدي طعميه بدي, بس هو بيرفض. تم هذا الموضوع لطفلي يعني تمرض بشكل شبه شهري, ومزاجه في الأكل صعب كتير, وبدأ البنت تأكل بس لحم وسمك ورز, ما بدها شيء تاني. نعم. حينما تم الاختبار وجدنا أن الطفلة تتحسس على كثير من أنواع الفواكه والخضار والنباتات وعلى القمح والحبوب. الأم طبعا قالت حليلة لبنية مبارح بدها تأكل كباب طعميتها سلطة غصب عنا وطبخ. نعم. اللي أكلته بالسلطة والطبخ تتحسس على معظمه, فالبنت وجعتها بطنه ونامت. نعم. هذا الطفل النموذج اللي بده يأكل فقط لحم وكباب وبعض أنواع الخضار والفواكه ورز وبطاطا, هذا طفل نموذجه الغذائي بالاختبار التحسسي جسمه يتقبل هذه المواد فقط في المرحلة الحالية. فأنا بقول للأم, أنت بدك طفلك يتنمو ويترعرع, أوكي امشي حسب الاختبار, طعمي لحم طعمي سمك طعمي رز طعمي بطاطا, بشرط ما يكون مصنع. يعني ما تجيبي لي بطاطا جاهزة من السوق الطعميها, بدك تقلي البطاطا أنت في البيت. نعم. ويفضل تقليها على الهواء. نعم. وعلى الزيت المتبخر, أو تسلقيها سلق وتعطيها للطفل. طعمي كباب طعمي تكة طعمي سمك طعمي دجاج بطعمي بيض, بده يأكل هذا الأكل. نعم. ثم بعد فترة بحذف المواد اللي بيتحسس عليها الطفل, بنوقف العملية الالتهابية في الأمعاء فتشفى الالأمعاء, فالطفل لحاله بيرجع بيقولك بدي أكل كذا وأكل كذا. نعم. وكلاتنا مر علينا أشياء في حالة طفولة ما كنا ناكلها أبدا. نعم. ثم كبرنا شيئا فشيئا فعدنا ناكلها, وفي أشياء كنا ناكلها ما عدنا أكلناها. نعم. موضوع رفض الرضاعة يعني لو وقفنا عنها لها أسباب, يعني والحل والبديل أو العلاج ليس بالحليب الصناعي. لا. يعني لازم نعرف شو السبب. نعم. الذي أدى لحدوث رفض الرضاعة, إما أن الطفل. نعم. مريض, أو أن الأم تأكل مواد عم يرفضها الطفل. نعم. وأيضا هناك أسباب أخرى, فطبعا يعني الطبيب يجب أن يبحث عن الأسباب وأن يعني يكون مع الرضاعة الطبيعية إلى أن تكون هناك مشكلة يعني حقيقية أو بمعنى استطباب, فحينئذ ننتقل إلى الرضاعة الصناعية. إن قلنا إذا الطبيب قال للأم أضيفي الحليب الصناعي, فقد زدنا الطين بلة. نعم. يعني زدنا مشكلة على مشكلات الطفل. نعم. وهذا ما حدث يعني. وهذا ما حدث. نعم. نعم. وهذا ما حدث. هي إذا طبعا الموضوع شيق جدا وشائك جدا, قضية الأرضاع الطبيعي التحسس الغذائي المنتشر والآخذ بالإزدياد. يعني نحن الآن يعني بعد فترة, يعني بعد حوالي تقريبا شهرين في رح يصير مؤتمر إن شاء الله في دبي عن التحسس الغذائي. نعم. ورح يكون في نشاط علمي كبير. بعد النتائج اللي صرنا تقريبا 10-11 سنة عم نشتغل فيها, صار ممكن نقيم كثير من الأمور. نعم. ونطلع بنتائج. نطلع بنتائج. نعم. بخطة تغذية بخطة عمل. نعم. كيف لازم ننصح. أنا يعني الحمد لله
طيب شو دخلني أنا طبيب أنف وأذن حنجرة في هذا الموضوع؟ حقيقة الأمر لأنه معظم المشاكل تأتي على شكل إصابات في مجال الأنف وأذن الحنجرة عند الأطفال. نعم. انسدادات في الأنف، كحة، انصبابات سوائل في الأذن، وحتى تأخر كلام، وحتى في أعضاء أخرى من الجسم يعني. وعند ممكن أكزيما، لكن عند الكبار تأخذ أشكال تانية. نعم. ممكن تكون شقيقة، ممكن تكون التهاب جيوب. نعم. وأنا أذكر يعني حقيقة يعني إحدى المريضات واستضفتها السنة الماضية أو قبل السنة الماضية أعتقد دكتور، يعني من مريضاتك، ويعني حتى دمعت عينها حينما يعني ذكرت الموضوع لسبب أنه تأخرت عن نصيحتك أنت بموضوع النظام الغذائي، وأيضا يعني بإقناعها بموضوع أنه الأمر هو مرتبط بحساسية أو تحسس غذائي، وكان أعتقد طفل يعاني من الشقيقة، أو هي كانت أعتقد تعاني حتى من الشقيقة الصداع النصفي. طيب رسالة أخرى تقول: ابني عمره 10 أشهر وحاليا أعطيه حليب الأطفال. كم شهر عفوا؟ 10. نعم. وأعطيه حليب الأطفال البقري مرتين في اليوم. جربت معه حليب الأرز الخاص بالرضع لكنه لم يتقبله. هل أستطيع حاليا إعطائه حليب الصويا أو اللوز المتواجد في الأسواق، مع العلم أن أعطيه الكثير من العصائر الطازجة والوجبات المحضرة منزليا وفيها بروتينات مثل الدجاج؟ هدفي إقصاء حليب البقر من غذائه. إذا بدي أعطي حليب نباتي للطفل، الحليب النباتي اللي على رأسه حليب الصويا بالقائمة برأس القائمة أو حليب اللوز لازم يكون مختبر الطفل. أول شيء في عندي شروط أنه ما يكون حليب الصويا عادي، يجب أن يكون عضويا ومن مصدر موثوق. ثاني شيء، الصويا بحد ذاتها من حيث يعني بوتنشلي من حيث التكوين مادة محسسة قد تكون مثل الحليب وتؤدي إلى مشاكل مثل ما بيسويها الحليب. فإذا كان بدي أعطي الطفل حليب الصويا أو حليب اللوز اللي هو حليب مكسرات أو حليب البخوليات، المفروض أني أختبرهم. فإذا كان الطفل ما عنده شيء ممكن نبدأ نعطيه، لكن حتى في حليب صويا ولوز للأطفال أيضا محضر على شكل بودرات، لكن هذا لا يستبدل يعني طبعا نحن نقول دائما حليب الأم هو الأصل، لكن إذا ما عندي حليب أم وحليب الأبقار طبعا الفريش متأخر فيه كتير يعني بديانة بكير هي. نعم. إذا بنعطي حليب مصنع في عندي حل في حال وجود حساسية على معظم أنواع الحليب الحيواني. ففي عندي الحليب المحلل. شو هو الحليب المحلل؟ الحليب المحلل هو حليب بقري ما في بروتينات، إنما في حموض أمينية، يعني كسروا البروتينات إلى بنيتها الأساسية اللي هي الحوض الأمينية، وطبعا في أنواع مختلفة في الأسواق. هذا الحليب ما بتظهر عليه حساسية، يعني إذا الطفل مهما كان عنده حساسية على الحليب إذا أخذ حليب محلل بيتحمله. لكن مشكلته أنه أول شيء طعمه ما بيعجب الأهل لكن بيعجب الطفل، وريحته ما حلوة. نعم. بتغير بنية الخروج البراز تبع الطفل. نعم. وفي بعض الأنواع غالية جدا، وبعدين بيظهر بالأسواق ثم يعود فيختفي. كلمة out of stock هاي. نعم. دائما منعاني منها، دكتور ما لقيت الحليب لا إلي بديل، شو بدي أعمل؟ شو بدي رضع طفلي الآن؟ هذا موجود. بحب نوه على أمر، إذا كان الطفل عنده حساسية على حليب حيواني لنفرض الحليب البقري، واستبدلنا هذا الحليب بنوع آخر من الحليب الحيواني، لو فرضنا حليب النوق، في حليب النوق رح يظهر كأعتقد أو كاد يظهر للأطفال، أو حليب الماعز، أو حليب أنواع الحليب الحيواني الأخرى غير المحللة، تتطور بعد فترة حساسية على هذا الحليب، يعني لأنه في بروتينات مشتركة بين أنواع الحليب الحيواني كلها. نعم. فنحن لاحظنا أنه كثير من الأوقات وقت لما نعطي طفل نستبدل حليب بحليب حيواني وداوم عليه، بعد فترة لح تتحسر تظهر حساسية على هذا الحليب، وهذا يفسر أنه قبل 10 سنوات نادر جدا كنا نشوف على الحساسية على حليب الإبل، نادر جدا جدا، الآن حساسية حليب الإبل أخذ بالإزدياد وصلنا نعتبرها. نعم. السبب هو ميل الناس كثيرا منهم للمداومة على شرب حليب الإكثار يعني. والإكثار منه. نعم. إذا بنشرب نحن الحليب كبالغين معدل مرة لمرتين في الأسبوع ما رح يصير عندنا مشاكل، وإذا صارت ما بتكون كبيرة، لكن إذا منداوم عليه رح نطور الحساسية هاي. ف
عملية التدوير أساسية. عملية التدوير شو هي؟ إني أنا أكل مادة وارتاح، يعني أكلها بالأسبوع مرة، بالكتير مرتين، مرة غالبا كافي. هون ما بيتطور شكل من أشكال التحسس الغذائي وعدم التحمل عليه. بالنسبة للأطفال، إذا بدي إلجأ لحليب، عندي حساسية على مختلف أنواع الحليب الحيواني، في عندي الحليب المحلل أولا، وبعدها بفكر بأنواع الحليب النباتي. الحليب النباتي ما في العناصر الأساسية الموجودة متوفرة في الحليب أو الحليب المدعم، نعم. يعني ما في كل الفيتامينات، نعم. ما في كل، لكن نحن ندعو دائما إلى البداية بفطام الطفل من الشهر السابع وبشكل تدريجي، وبشكل تدريجي بحيث أنه نعم. بالسنة، بنهاية السنة الأولى يكون عنده 5 وجبات ورضعة، نعم. يعني الرضعة صفة دعم كخضار مهروسة وأيضا يعني فواكه لحوم وغيرها، نعم. إلى آخره، فالطفل ما عاد يعتمد على الحليب، نعم. بهذا الموضوع، نعم. إذن هو التنوع بشكل أساسي سواء بالنسبة للصغار وأيضا بالنسبة للكبار، التنوع في الغذاء، ونركز دائما على الأغذية الطازجة غير المصنعة قدر الإمكان، يعني قدر ما فينا نستغنى عن الأطعمة المصنعة وأيضا المحضرة والمثلجة ومثل هذه الأطعمة أو حتى المشروبات، والاستعادة عنها بالأغذية الطبيعية والطازجة المصنعة في البيت أو المحضرة في البيت، هذا أيضا ضمان للسلامة الغذائية بشكل كبير، وأيضا من أجل تزويد الجسم بكافة العناصر الغذائية التي يحتاجها، كان سواء كنا نتكلم عن الصغار أو عن الكبار. إذن بعد الفاصل نتابع حديثنا مع ضيفنا الدكتور ملهم ياسين، اختصاصي أمراض الأذن والأنف والحنجرة في مجمع الدكتور ملهم الطبي في دبي. السلام عليكم دكتور ملهم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هناك عدد من الرسائل نحاول نجاوب عليها بعجالي وأيضا بشكل يعني مفيد لكافة المستمعين والمستمعات. رسالة تقول من أم زايد: السلام عليكم دكتور، ممكن بين فترة وفترة أغير حليب الأطفال، ابني عمره 1.5 سنة ويشرب حليب صناعي عضوي في حال تواجدي في الشغل، أرجو الإفادة. ممكن يعني، بس أنا أدعو في هذا ونصف. إنه ما تعتمد، نعم. على الحليب، الحليب بيكون وجبة مثل يعني وجبة مزاج مثل، نعم. ما نقول مثل بيأكل قطعة ما قبل النوم مثلا، ما قبل النوم، نعم. أو عند الصباح، نعم. لكن الأساس أنه يعتمد على التغذية في هذا، نعم. الأمر. وطبعا 1.5 سنة بإمكانه أن يتناول مختلف أنواع الأغذية، نعم. وطبعا نتكلم عن الأغذية الطازجة والمحضرة في البيت. طيب رسالة أيضا أخرى تقول من الأخ أبو عبد الله، وأيضا نوجه له التحية، يقول: تحياتي لك دكتور بسام ولضيفك الكريم، هل في عيادة الدكتور ملهم قسم لفحص التحسس الغذائي للأطفال من عمر 7 سنوات إلى 14 سنة؟ وهل هناك علاقة ما بين طفل التوحد أو اضطراب طيف التوحد وعدم رغبته في أكل الكثير من الأطعمة؟ وشكرا. يعني العمل الأساسي أصلا بالعياد عندي صار متجه باتجاه الحساسية، سواء الحساسية من النمط الأول أو من النمط الثالث، نعم. فأنا أختبر الأطفال حتى من السنة الأولى مو من السنة السابعة، إذا كان الطفل يرضع أرضاع مختلط، أما إذا يرضع أرضاع صرف من أمه ما بيأكل شيء بفحص الأم، هذا حكيناه بأول، نعم. حلقة. لكن نعم موجود من اعتبارا من السنة الأولى من العمر إلى العمر 100 سنة، يعني هذا الاختبار. 2، من المعلوم أن الطفل سيء المزاج في الطعام هو طفل عنده مشكلة صحية، لأنه لا يعلم، يتخبط في اختيار الأطعمة لأنه ما بيعرف شو اللي بيضره، هو بيحس حاله إذا أكل هاد ما منيح، إذا أكل هاد رأسه بيعوره، بطنه بتعوره، بيحس حاله تعبان، لا يستطيع التعبير، فالتعبير تبعه هو رفض معظم أنواع الطعام. فإذا الطفل تعود على أكله ما بتضره بيبقى عليها، وغالبا بتكون هي الرز، الأرز هو الأكل اللي معظم الأطفال يعني 99% ما بيتأذوا منه بيبداوموا عليه، نعم. ممكن يضاف له الروب، مع أنه بيتأذى من الروب لكن بده شيء مع الرز. في أطفال بيأكلوا رز أبيض، في أطفال بيأكلوا رز ومرق، في أطفال ممكن يأكلوا بعض أنواع اللحوم، بيقول له تعاكل خضرة تعاكل فالونة ما بيأكلها، هذا واحد. الآن فيما يتعلق بالتوحد، هذا الأمر الثاني، كان في أخذ ورد في الماضي، الأغذية إلى علاقة الأغذية ما لها علاقة، لكن ثابت الآن علميا وجزء أساسي من معالجة طفل التوحد هو معرفة النمط الغذائي الصحيح لهذا الطفل. بكثير من الأوقات في ناس بيوقفوا الجلوتين والحليب والبيض من عندهم، هلا هذا الأمر لا يخلو من الصحة، هذا أمر، لكن أنا أدعو دائما الاختبار، الفحص النموذجي الدقيق،
لهذا الموضوع والمعتمد حاليا في اختبار معتمد حتى كثير من الجامعات. هذا الاختبار يجب أن يجرى عند كل طفل عنده توحد واعتماد الحمية الغذائية تبع هذا الاختبار. وستلاحظ كمعالج وستلاحظ الأم بعد فترة قد تمتد إلى 3 أو 4 شهور أن هناك تغيرا حقيقيا في حالة الطفل. نعم. حادثات والأمثلة عندنا أكثر من أن تحصى. نعم. طبعا أي اضطراب في مجال السلوكي وأيضا في المجال يعني النفسي والسلوكي وحتى أيضا يعني بالنسبة للطفل حتى في اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه. نعم. العلاقة كتير يعني بالأكل. نعم بالأغذية التي يتناولها الأطفال. لذلك دائما يعني الطبيب الحاذق هو الطبيب الذي ينظر إلى المريض من مختلف جوانبه كنظرة شمولية ولا يركز فقط على العرض. يعني ما يحدث في كثير من الأحيان للأسف أنه فقط التركيز على العرض. أنا أعاني من صداع، تفضل هي مسكن للآلام. أنا أعاني من لنفترض قصة الضغط، طلع عندي ارتفاع في الضغط. طيب ما هو منشأ الضغط؟ هل منشأ الضغط من البدانة، منشأ الضغط من العامل النفسي، منشأ البدانة من الطعام، من الكلية؟ يعني فإذا يجب أن أعرف السبب. ودائما نقول المعالجة سببية، ونتمنى أيضا من كافة زوار العيادات يعني أن يسألوا الأطباء، ونركز دائما ونقول من حق المريض أن يسأل الطبيب الكثير من الأسئلة حتى فعلا يكون يعني هناك تواصل ويعني تواصل فعال ما بين الطبيب وما بين المريض حتى يعني نتوصل إلى العامل المسبب الذي أدى لحدوث هذه المشكلة. بقية المعالجات هي عرضية، يعني لذلك تتكرر المشكلة من حين إلى آخر. رسالة أيضا الأخ أبو محمد يقول: مساء الخير، عمري في 50، أعاني من غازات ونفخة إذا شربت الحليب، وجربت كل الأنواع، فما الحل؟ حل بسيط. حل بسيط، ما تأخذ حليب، أو قد يكون عندك عادة تحمل. نعم. للاكتوز، لعدم سكر الحليب، ولست بحاجة إلى الحليب. يعني نعم. إذا كان المصدر يعني خذ حليب نباتي أخي. إذا كان الهدف من تناول الحليب هو الحصول على الكالسيوم كما هو يعني معروف لدى الجميع، فالكالسيوم موجود في يعني في الأغذية الأخرى. هي كذبة. نعم. خلقتها شركات الصناعات الغذائية إنه الحليب هو المصدر الأساسي للكالسيوم. نعم. في كثير من الأغذية فيها كالسيوم أكثر من الحليب، ومثال السمسم، السبانخ. نعم. السمسم دكتور. نعم. بسام في 10 أضعاف كمية الكالسيوم الموجودة في الحليب. نعم. 100 جرام سمسم فيهم 1200 ميلي جرام كالسيوم، 100 جرام حليب. نعم. فيهم 120، يعني انت بملعقتين سمسم صغار كأنك شربت كاسة حليب كبيرة. يعني مثل تناول زيت وزعتر صباحا. أي نعم. مثلا او حتى في المساء. أي نعم. او يعني البيض في كالسيوم. نعم. السبانخ في كالسيوم، الجرجير في كالسيوم. نعم. السلمون في كالسيوم اكثر. نعم. من الحليب. نعم. يعني ليش اشرب حليب؟ هذا السؤال. نعم. كان فيما سبق اقوام جنوب شرق اسيا وبالذات الصين لا كانوا يعرفوا لا الحليب ولا الجبن ولا القمح حتى، لكن مجرد ما تغير النمط الغذائي عندهم. نعم. صاروا يشربوا حليب الأبقار ويأكلوا منتجاتها، بدأت البدانة وبدأ التغير في استقلاب الدهون وبدأ السكري وبدأت الأمراض تظهر عندهم. نعم. فدائما إذا التركيز على يعني اختيار الأغذية المناسبة والمتنوعة دكتور. تمام. ملهم. تمام. يعني ما بيهمنا يعني أنا. طيب أنت عندك مشكلة إنه كل ما شربت حليب عندك نفخة، عندك غازات. أعتقد. نعم. من ناحية طبية إنه قد يكون عندك عدم تحمل لسكر الحليب أو اللاكتوز أو حتى يعني مشاكل في القولون وغيرها. ممكن. أيضا كمان ممكن. ف يعني بنتمنى دائما طبعا الاهتمام بالصحة باختيار الغذاء المناسب. موضوعنا طبعا ليس فقط عن الحليب، يعني نحن بدأنا في الحديث عن إنه لماذا موضوع كان الفطر وموضوع. نعم. كيف يمكن أن نقوي الجهاز المناعي في الجسم وألا نعتمد فقط على غذاء لوحده أو على مكمل غذائي لوحده ومصنع. وكان هناك تسويق عن طريق طبعا وسائل التواصل الاجتماعي أو حتى طرق أخرى بأن هذا المنتج أو هذه المادة طبعا بمعنى أنها تقي من السرطان وتقوي حتى الناحية الجنسية وأيضا مفيدة للقلب والأوعية الدموية.
الخضار والفواكه المتنوعة الألوان، يعني يجب أن نختار عدد مثل ما أيضا تحدثنا وتحدث أيضا الدكتور ملهم، أن نختار الألوان المختلفة لغذائنا سواء في الصباح في فترة الغداء وأيضا في فترة العشاء من الفواكه ومن الحبوب ومن الخضار الطازجة التي تزود الجسم بكافة احتياجاته الغذائية دون الحاجة حتى للمكملات الغذائية. دكتور حتى موضوع المكملات الغذائية مواد صناعية، يعني مواد صناعية وفيها مخلفات بالهضم وفيها أضرار. المكملات الغذائية ما في شيء اسمه مكملات غذائية. إذا أنا أتغذى تغذية صحيحة مثل ما تفضلت نظرية الألوان الخمسة، أنا عم أكل حصتي من البروتين، عم أخذ بالألوان الخمسة تحتوي على الفيتامينات والأنتي أوكسيدنت مضادات الأكسدة الضرورية والعناصر المعدنية إذا أنا غذائي متوازن يتوازن مع بين السمك واللحم الدجاج الخضار الفواكه وما بأكل الهرم الغذائي وما بأكل مواد مصنعة وأبتعد عن السكر الأبيض والطحين الأبيض والملح المكرر. أنا لست بحاجة لمكملات غذائية اللهم إلا بعض المواد إذا ظهر عندي ضعف، إذا هناك نقص أو سوء امتصاص أو مشاكل عندي تعويض. أما لكن أخذ كمشة حبوب عند الصباح مكملات غذائية في مالتي فيتامين مع ما بعرف ما في داعي لهذا له. بل على العكس النتائج الآن إنه هذه المكملات الغذائية ممكن تدخلك في نفق مظلم ممكن تعمل الكبد وتسبب الكبد والكلوة والسمية وإلى آخره، وحتى ممكن يكون عندك أنت مشاكل مع القلب ما أنك عارفانة تظهر هذه الأعراض ممكن ترفع ضغطك ممكن تنزله كتير مثل ما كنا عم تحاكي الآن تحت الهواء عن موضوع محدد. لكن الآن أنا مثل ما تفضلت في البداية أنت ما تأكل، أنا دائما أدعو إلى التغذية الصحيحة والنوم الصحيح والنشاط البدني. أكلت صح، شربت صح، ابتعدت عن قاذورات الحضارة الموجودة حاليا في كثير من الطعام. أنا ما بسميه طعام، بسميه قاذورات ندخلها في أجوافنا. ابتعدت عن مشاريب محددة. نحن حكينا عن الهستامينوزس فيما سبق وعدم تحمل الهستامين، وقلنا كيف مشاريب الطاقة هي تلعب الدور الأساسي في تقويض عمل الخميرة المقوضة للهستامين، وهذه المشاريب تستعمل على نطاق واسع. يعني أنا حتى لو عندي ضيف ما بقدم له إياها، حتى لو طلبها بعتذر منه. حتى الأدوية دكتور، يعني الأدوية اللي كتير أشخاص بتناولوها المرضى ونتمنى طبعا ندعوهم بالشفاء وأيضا بأن يعني يصلوا إلى مرحلة حقيقة يتخلوا عن تناول الأدوية، لأنه حتى الأدوية التي تستخدم لعلاج القلب والكوليسترول وارتفاع الضغط وأيضا الجهاز الهضمي وحرقة المعدة، يعني أنا أستغرب أنه من خلال دراسات بأن هذه الأدوية كثير من هذه الأدوية أكثر من 100 دواء أو 200 دواء يسببون مثلا الكآبة ويسببون مشاكل أخرى، مضادات الحموضة تسبب مشاكل قلبية يعني الضغط والقلب وتمنع امتصاص الفيتامين د. عدل لي بالله كم نسبة الناس اللي بياخدوا في بلادنا مضادات الحموضة؟ ما أعتقد ما في حدا ما بعرف عدد كبير جدا. الكمية هائلة. يعني طيب نحن عم يعني والبدائل الطبيعية متوفرة إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك. يعني هذا علاج هذا علاج بتاخده في حالة المرض وبتخلص منه. مفهوم الإزمان، مفهوم إعطاء دواء على مدى سنوات، هذا المفهوم يتغير بتغير ظروف الحياة. يعني الدرهم الوقائي هو الأصل مثل ما حكينا خير من قنطار العلاج. الدرهم الوقائي، الحياة الصحيحة شو هي؟ اتحرك بشكل كافي، اكل صحي، ابتعد عن قاذورات الغذائيه بالحضاره الغربيه الازي المصنعه واوا الى اخره اللي حكينا عنها، نام بشكل صحي وبشكل كافي، وابتعد حاول ابتعد قدر الامكان عن الستريس. يعني خلي لي فترات صفاء نفسي وصفاء روحي، وما احلاها حين اذا كانت بالصلاه. الصلاه هي مقابله مع ربانيه يعمل فيها الإنسان على غسل النفسية تبعه والراحة وتسليم الأمر كله لله عز وجل. فتخرج من صلاتك وأنت مرتاح. الشيء المقابل بيسموه والله أوتوجينيك ترينينج أو مش عارف إيش، سمي لي بدك يعني. لكن هل الشروط الأربعة أو الخمسة هي إذا أنا يعني أنا ما في يعني في
يعني في شعوب إلى الآن لا تعرف الدواء ولا تعرف العلاج، إلى نمط غذائي خاص، إلى نمط حياة خاص، وتعمر في يعني بلدان حقيقة حتى أمراض القلب وغيرها غير متوفرة نهائيا. طيب رسالة الأخ نبيل يسأل ما هي البدائل، وأيضا رسالة أخرى تقول النظام النباتي رائع حتى لو لم يكن بشكل كامل، ولكن على الأقل ليس بشكل حيواني وانتحاري كما وصف الدكتور. نعم، يعني نحن كغذاء يجب أكون معظم ما نأكله نباتي، والقسم الحيواني اللي موجود فيه يشكل جزءا محددا. وأنا بفكر يعني بالنظام الغذائي تبع بلاد الشام اللي يعتبر نظام غذائي مثالي بنظر علماء التغذية، إنه في كميات كبيرة من الخضار، نعم، في كميات من الفواكه، وفي كميات محسوبة من اللحوم والبروتينات الحيوانية، وزيت الزيتون، وفي زيت زيتون، وفي سمن حيواني، وفي زبد، نعم، يعني في دهون نبيلة، وفي يعني مكسرات. نظام 80-20، يعني 80% تقريبا تمام أغذية نباتية، و 20% تعرف أكل الشتاء، نعم، التين مع الجوز، نعم، بعض المكسرات تأكله وانت قاعد جنب المدفأة، نظام الكستنة اللي بتأكلها صح ولا لا. بعدين في عندك نظام آخر، نظام التغذية، مثلا 3 كيلو خضار معه نص كيلو لحم، العيلة عم تأكل تنوع، نعم، في تنوع، في زيت زيتون، في حتى خبز كامل، في كل شيء موجود. فنعم يعني إذا كان الغذاء، إذا كان غذاؤك صحيحا فتمتع بحياة صحيحة. إذن نعم، إذا نعود لنركز موضوع اختيار الغذاء، وأيضا منذ الصغر الاهتمام بصحة الأطفال منذ الصغر، وهذا يعني الرضاعة الطبيعية ثم الرضاعة الطبيعية ثم الرضاعة الطبيعية، إلا إذا دعت الضرورة إلى البدائل. وطبعا هنا يكون هناك استطباب، يعني حالة مرضية تتنافى مع أو لا يمكن صفة، نعم، صفة مثل أي دواء، نعم، فهذا الأمر. الأمر الآخر موضوع النوم، الإكثار من الحركة، التعرض أيضا لأشعة الشمس بشكل يومي حتى ما نضطر نأخذ حتى يعني فيتامين دال وغير ذلك، وأيضا نتمنى الاهتمام بزيارة الطبيب إذا كان هناك أي مشكلة لدينا، وعدم إهمال أي مشكلة أي عرض. يعني بعض الأشخاص للأسف يعانون من مشكلة معينة فيسارعون إلى أقرب صيدلية أو إلى صيدلية المنزل ويتناولون المسكنات، فيخف العرض ويبقى المرض، وبعد فترة يحدث يعني تحدث المضاعفات اللي ما بنتمناها للجميع. نصيحة الأخيرة دكتور ملهم. النصيحة الأخيرة، إذا أردت أن تتمتع بحياة صحيحة يجب أن تختار النمط الغذائي الصحيح مثل ما تفضلت، ويجب أن تختار النمط الحياة الصحيح. النمط الغذائي الصحيح تكلمنا على ابتعاد عن الأغذية المصنعة، تناول المواد الطبيعية، الابتعاد عن المواد المعدلة وراثيا أو المضاف إلى الإضافات الكيميائية أو مهما كان أشكاله وألوانه وطعمه طيب، نعم. هذا واحد. النمط الحياة، أسلوب الحياة الصحيح هو النوم مبكرا، النوم بشكل كافي ومع تأمين مقدار كافي من الحركة، نعم. إذا عدنا إلى أطفالنا، إذا لاحظت على طفلك تكرار مرض بشكل أو بآخر، يتكرر هذا الطفل طفل مريض، ففكر بوجود مشكلة مع التغذية. إذا لاحظت على طفلك أنه هذا الطفل منزوي منعزل قد يكون نذر بوجود التوحد، فكر بتغذية الطفل. إذا لاحظت على طفلك أنه عنده مزاج سيء بالطعام، ما بده يأكل، بيرفض معظم أنواع الطعام، نعم، فكر بالتحسس الغذائي عند الطفل. إذا كنت أنت تشكو من مجموعة مشاكل ولا تجد لها تفسيرا لا أنت ولا الأطباء، فكر بنمطك الغذائي ونمط الحياة. نعم. طيب الأخ نبيل يسأل ما هي البدائل لحموضة المعدة؟ طبعا أول شيء لازم نعرف ما هو السبب الذي أدى لحدوث حموضة في المعدة، هل نمط التغذية التي يعني الأغذية التي نتناولها أو المشروبات أو حتى التدخين، البدانة، دائما يجب أن نعالج سببيا دكتور ملهم. نعم، نعرف شو السبب، نعم. قد يكون عندي تغير تشريحي، قد يكون عندي غير التغير التشريحي في المعدة، مثلا انفتاق، يكون عندي توسع بقناة، قد يكون عندي طبعا أول
نعم. ممكن يكون عندي غير التغير التشريحي إصابة التهابية مثلا بالإتش بايلوري، فإذن يجب أن نعرف السبب. ممكن يكون عندي تحسس غذائي نعم. بداني مثل ما تفضلت كثير نعم. من الأمور. إيه، وطبعا نحن لسنا ضد الأدوية، يعني بمعنى أنه حموضة المعدة وغيرها، طبعا هناك حالات تستدعي أن يتناول الشخص مضادات الحموضة، ولكن بشكل يعني مبرمج، بشكل أيضا مقنن إن صح التعبير، لأنه عندنا مشكلة حقيقة، فوضى في استهلاك الأدوية بشكل عام، فوضى من قبل المرضى، فوضى من قبل الصيادلة، وفوضى من قبل حتى بعض الأطباء يعني. فطبعا يعني هناك أطباء كثيرين كثير بيحبوا موضوع الأدوية، ويعني مع كل دواء تصل حتى مثلا الفيتامينات وغيرها والمكملات الغذائية، وطبعا الأفضل دائما الأغذية. ولن ننسى طبعا موضوع العامل النفسي أيضا مهم جدا، وأن نسعى إلى تحقيق التوازن ما بين الصحة الجسدية وما بين الصحة النفسية. كل الشكر للدكتور ملهم ياسين، اختصاصي أمراض الأذن والأنف والحنجرة في مجمع الدكتور ملهم الطبي في دبي. دكتور ملهم شكرا جزيلا لك. شكرا لكم. شكرا.